أحبابي كيفكن اليوم؟ رح شارك معكم وصفة البروستد. مثل ما انكم شايفين مقرمش من برا ومستوي من الداخل بشكل ممتاز، بالإضافة إنه النكهة متشربة للداخل وبدون ما أنقعه بالحليب أو اللبن أو ضف له أي شيء، حتى إنه بدون ما يكون منقوع من قبل بنهار. تابعوا معي لآخر الفيديو لتتعرفوا على أسرار هيدي الوصفة، وأكيد إذا عجبكم ما تنسوا الاشتراك بالقناة. أحبابي رح نبلش بتسقيب الدجاج. مثل ما نكون شايفين هيدي العملية بتضمن انه تتسرب النكهات للداخل. وهلا احبابي مثل ما نكون شايفين انا عم ضيف المي، تقريبا غمرة الدجاج، حضيف عليهم ملعقتين طعام ملح وثلاث ملاعق طعام من الخل الابيض. هاي الطريقة بتضمن انه الدم يطلع لبرا. رح انقعهم لمدة ساعتين بالبراد، رح أرجع لهم بعد ساعتين. بهذا الوقت أنا رح أحضر محلول التغطيس الناشف. مثل ما نكون شايفين حضيف كوبين طحين 200 غرام، نص ملعقة شاي من الفلفل الأسود، وملعقة شاي من الأوريغانو، وملعقة شاي من الكزبرة اليابسة، ونص ملعقة شاي من الكمون، ملعقة شاي من 7 بهارات ورشة قرفة، وملعقة شاي من البابريكا، و ملعقة شاي من بودرة الثوم، وملعقتين شاي من الملح. طبعا البهارات بترجع لذوق ست البيت. طبعا هذا الدجاج صار عنا جاهز هلأ بعد ما غسلته منيح من المحلول الملح والخل. رح ضيف له زيت النباتي، ملعقة طعام من الملح، وملعقة شاي من البابريكا، وملعقة شاي من الكمون، ملعقة شاي من 7 بهارات، وبودرة الثوم والكزبرة اليابسة. أنا بحب ضيف الورق الغار وإكليل الجبل واللومة، كتير بتعطي نكهة طيبة للدجاج وبتسحب أو بتساعد على سحب الزنخة منه. وهلأ رح أرفعهم على النار تقريبا 30 ل 35 دقيقة. بهذا الوقت رح أحضر خليط التغطيس السائل. ضفنا كوبين طحين 200 غرام، ملعقة شاي من الملح، ملعقة شاي من البابريكا، وملعقة شاي من الثوم المهروس، وأضفت الماء فوقهم. عم خلط المزيج مثل ما نكون شايفين. رح ضيف ملعقة شاي من البيكنج باودر ورح أخلط منيح. هيك صار عنا الخليطين جاهزين. بعد في إضافة لخليط تغطيس السائل، هلأ حتشوفوها. هلا حبايب قلبي الدجاج صار مستوي تقريبا 75%. راح صفه على صينيه لسهوله التعامل معه. هلا الدجاج تشرب كل النكهات اللي حطيناها قبل بطريقه مضمونه، واستوى 75%، بقيان يعني 25% راح يستووا خلال القلي. وبالتالي هلا ما حتعوز كثير وقت للقلي، تقريبا 5 ل 6 دقائق قلي بكفي للدجاج. وبالعاده بياخذ بغير طرق من 15 ل 16 دقيقة. حبايبي شوفوا كيف عم ضيف من الصوص اللي طلع عن الدجاج المطبوخ لخليط التغطيس السائل، وعم خلطهم بهذا الشكل. هلا رح ضيفهم فوق قطع الدجاج، رح يعطي نكهة طيبة كتير من الخارج للدجاج. هيدي الخطوة رح تعطيه نكهة كتير طيبة وزاكية. رح وزعهم على قطع الدجاج بهذا الشكل. رح أتركهم تقريبا نص ساعة لحتى يتشربوا النكهة ويتشربوا أو ينشف عليهم الطحين. بعد هيك مثل ما نكون شايفين بلشت بالمرحلة ما قبل الأخيرة، اللي هي تغطيس بمحلول أو خليط التغطيس الناشف بهذا الشكل. أحطها ورش عليها الطحين. رح كرر العملية لحتى تخلص الكمية. طبعا اذا ضل شيء من خليط التغطيس الناشف فينا نستخدمه بوقت لاحق
لأنه ما رح ينتزع باعتباره ناشف. هلأ صاروا جاهزين للقلي، رح نقليهم تقريبا على نار منع عالية متوسطة. الدجاج ما بيحب النار كتير قوية، بالأول منحمي الزيت بعدين منوص تحت النار لحتى ما ياخد الدجاج احمرار كاذب ويكون منه مستوي من جوا. بس بطبيعة الحال نحن الدجاج عنا مستوي، فلا ما رح ياخد وقت أكثر من 5 أو 6 دقائق. أحبابي إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك، وبحب أنه أشوف تعليقاتكم على الفيديو. وبدي أذكر أنه وصفة التومية مع الدجاج رح أكتبها بصندوق الوصف تحت، فيكم تشوفوها كتير طيبة ولذيذة.